سجل الولادة والمعمودية نجد كريمة ابنة القس سعيد عبود ابنة بربارة بدر، ولدت في 13 نوفمبر تشرين الثاني 1893، توفيت في 27 أبريل 1940 ودفنت في بيت لحم. كريمة عبود ولدت وترعرعت وعاشت في بيئة فنية. أبوها كان القسيس سعيد عبود، كان مهتم بالشعر. أمها كانت مدرسة. أختها تعلمت الجيتار. أختها الأخرى كانت تعزف على البيانو. فهي عائلة فيها حس فني مرهف بكل معنى الكلمة. كريمة عبود امرأة مميزة من عدة نواحي. أول مصورة فلسطينية وعربية. ثانياً هي أول امرأة تحترف التصوير وتعمل وتعتاش من التصوير. ثالثاً كانت تعرف عن نفسها في الإعلانات مصورة وطنية. كانت جزء من النضال الفلسطيني ضد الاستعمار، ضد الانتداب البريطاني وضد حركة الاستيطان الصهيوني. صدفة أني أنا شفت هذا الكتاب الصغير، عرفت للعيلة يعني هي من خلال هذا الكتاب. وفي سنة 1896 توفي أدعيبس وعمره 47 سنة، تاركاً أرملة وثمانية أيتام، ست ذكور وهم سليم ومتى وأمين وأسعد وسعيد وسليمان، وابنتين حنة ومريم. جذور عائلة عبود ترجع إلى قرية لخيام في منطقة مرج عيون من جنوب لبنان. سعيد عبود أبو كريمة تيتم، أرسل إلى الميتم السوري لشنلر في القدس، حيث تربى هناك واستقر في فلسطين. هذا الكتاب يعني بيحكي القصة الدقيقة والحقيقية، بس الحلو أنه بمرحلة لاحقة اكتشفنا رسالة مكتوبة بيت لحم 2 شباط 1940، كاتبها سعيد عبود: المطر والبرد كانا هنا كما عندكم أيضا، بقيت الحمم ملازمة كريمة جملة أيام، وقد صار هذا اعتيادي عندنا. نتيجة لهذه الرسائل تقدر تعرف أنها كانت العلاقة حميمة، مش انقطاع. كان في رسائل وكان في كل الوقت الزيارات بيناتهم. كان قسم كبير من الصور اللي مصورتها كريمة، مثلاً هاي الصورة كريمة مع عم تمثيل، ففي صور كتيرة اللي بتأرجي قديش العلاقة هاي كانت وثيقة وقديش كانوا مع بعضهم. كريمة عبود ترعرعت هنا في كنيسة ميلاد الإنجيلية اللوثرية. لابد أن نتصور كريمة تجلس في الكنيسة ومن ثم تلاحظ كيف أن عائلة باسيل المصورين يصوروا أحداث مهمة في الكنيسة. فهي شبت وكانت ترى كاميرا وترى مصورين. بدأت عملها كمصورة بعد الحرب العالمية الأولى، يعني حوالي بجوز 1918 ل 1920. أيضاً بهاي الفترة ربما تكون
قد احتكت ببعض المصورين الأجانب أو المصورين الأرمن أو المصورين العرب اللي كانوا موجودين بفلسطين في هذه المنطقة. الأرمن مشتتين زي فلسطينية، كل بلد بروحه بتجربوا إنه يصير شاطرين ينجحوا بالشغل ينجحوا بهذا، فاتحين بهاي الإشي، لما بروح بيعملوا شغلة يا بيعملوا مظبوط يا بيعملوش يعني. فإذا كان الأرمني كان شاطر هي طلعت أشطر. لأنها امرأة استطاعت أن تعبر عن الحنان في كل صورها، ففيها صورها دفء. ظهورها كامرأة كمصورة هذا في بحد ذاته تحدي، نظرتها للتصوير بتكون مختلفة، خاصة أنه كانت النساء بتلك الفترة يمتنعوا عن التصوير، يعني خد مثلا الباسبورتات جوازات السفر بالفترة الانتدابية كان يظهر فيها صورة الرجل ما تظهر فيها صورة المرأة إلا بالنادر. كريم عبود كان يصور صور مناظر شوية، عمارات بيوت وكذا كذا، بس أكتريته هي كان شاطرة بالتصوير بورتريت ناس واقفين وعادين وعروس وكذا هيك أشياء، كان شاطرة كتير فيها. كان هي عندها كان يستعمل سايد لايت، جانب إضاءة كتير كتير حلوة كان تصويرها. كانت تسمي نفسها مصورة تصوير شمسي، يعني هذا كان بالنادر إنه يعني نسمع أو نقرأ عن فتاة صبية سيدة عربية فلسطينية بتمارس مهنة التصوير اللي كانت معروفة إنه مهنة للرجال. الوحيدة من المصورين كان لها 4 استوديوهات للتصوير في نفس الوقت، استوديو في الناصرة، استوديو في حيفا، استوديو في القدس، وبيت لحم على الأكثر في بيت والدها. امرأة فلسطينية في عشرينات القرن العشرين تقود هي بنفسها سيارة بين الاستديوهات 4، تتنقل بين الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، بالتالي بلاد مفتوحة بالنسبة لها. هي كانت فلسطينية ولكن بالنسبة لها كمان ربما كانت لبنانية، ما كانش في تناقض أو تعارض بين هويتين لأنهم كانوا جزء من هوية أكبر. وجود السيارة معها كان يمكنها أنها تدور في البلاد وتصور أماكن مختلفة من البلاد، كان إمكانها أنها تفوت على بيوت كتير محافظة وتصور الناس بقلب هاي البيوت أكثر من أنه زلمة يفوت. وثقت لحظات مهمة جداً في حياة العائلة الفلسطينية في عدد كبير جداً من المناطق. هي ما اعتمدت فقط على الاستوديو أن الناس تيجي تصل لعندها، هي كانت تذهب إلى الأماكن مثل بيت لحم القدس، المناطق القدس وقرى القدس، وتقوم بالتصوير. بالنادر ما كانوا يصلوا لهناك ناس حتى يصوروا. 1، 2، 3 حلو كتير. صور كريمة عبود تفتح لنا نافذة على فلسطين ما قبل النكبة. فإذا بناخد صور من أول العشرينات وناخد صور من آخر الثلاثينات للنساء بدأ بمدينة الناصرة على سبيل المثال أو في بيت لحم، راح نلاحظ بشكل قوي جداً التغيير الحاصل على المظهر الخارجي. إذا بتقارن هذا اللباس في الموضة في نيويورك في هذاك العام، بتشوف إحنا كنا يعني بفلسطين ماشيين قبل الموضة. هذا بأكد أنه هذا الشعب كان حي، وأيضاً أكد على أنه هذا الشعب كان في عنده نظرة للحياة اللي هي وثقة من خلال إما المستند يعني الوثيقة الورقية، في نفس الوقت أيضاً الصورة الفوتوغرافية هي أيضاً وثيقة. وبهاي الحالة إحنا عم نحكي عن فترة الانتداب اللي صار فيها التحولات الرئيسية في حياة المجتمع من مجتمع منغلق في الفترة العثمانية إلى مجتمع بدأ ينفتح على الحضارة الغربية اللي أحضروها الإنجليز بحكم احتلالهم لفلسطين في تلك الفترة. من المهم جداً إعادة إحياء التراث الفلسطيني وإعادة كتابة التاريخ الفلسطيني. كريمة عبود بكل صورها ترى رسائل لشعب عنده هوية، شعب عنده حضارة،
وشعب هي تفتخر أن تكون أحد أبنائهم.